مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. طبعا واحنا يعني داخلين على شهر رمضان المبارك، الناس حديثها مستمر عن أسعار اللحوم والدواجن، ومع الأزمة اللي كانت حاصلة في أسعار الدواجن ومستمرة، فالناس كلها يعني بتتكلم عن الأسعار وإيه اللي هيحصل في الأسعار قبل رمضان، وهناك تخوف من الناس كمان في ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان. الحقيقة إنه الدولة المصرية وتيسيرا على المواطنين وفي محاولة لتوفير السلع الاستهلاكية الهامة زي اللحوم والدواجن زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، وخصوصا واحنا داخلين على شهر رمضان، فوزارة الزراعة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله مع أول شهر مارس هيكون في افتتاح لمعرض للسلع، وهيكون على رأس هذه السلع الدواجن واللحوم، وهناك تخفيضات داخل هذا المعرض. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن المعرض والمنتجات المتاحة داخله، وهيكون موجود فين، وازاي الناس تقدر انها تنزل تشتري هذه المنتجات، هتكون اماكن التواجد فين خلال المحافظات. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي بشيء من التفصيل عن هذا المعرض. معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو بداية كده تقول لي ميعاد افتتاح هذه المعارض واماكن تواجد هذه المعارض داخل المحافظات. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. وطبعا احنا عندنا وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء احنا قمنا بفتح 243 منفذ ثابت اضافه الى 30 منفذ متنقل، دول موجودين باستمرار وشغالين باستمرار وبداوا الشغل بالفعل، اضافه لان كمان وفقا للتوجيهات ان احنا بدانا معارض اهل رمضان وده كان بدايه شهر يناير، واحنا مستمرين بالتنسيق مع وزاره التموين في عرض المنتجات الزراعه والحصلات الزراعيه خلال هذه المعارض بشكل مستمر، وان شاء الله احنا بنعرض فيها، اضافه لان احنا كمان اطلقنا مبادره ترم زراعنا الحالينا ودي متواجده في كل المحافظات. من خلال هذه المبادره احنا بنقدر نعرض المنتجات الخاصه بمزارع وزاره الزراعه سواء منتجات اللحوم او الدواجن او مختلف. طيب يا دكتور، تحديدا منتجات اللحوم والدواجن، واحنا بنتكلم على انه المعارض دي هيكون فيها تخفيضات ل 40%، عايز اعرف ده هيبتدي من امتى وانعكاسات ده على الاسعار في السوق، لانه الحقيقه انه في النهايه المواطن ما بيوصلوش السعر اللي الحكومه بتتكلم عنه. يعني هو الفكره ان احنا من خلال هذه المعارض احنا بنحاول نحط بديل قدام المواطن، المواطن انه يقدر يلاقي فرصه لو لقى حد بيغلي عليه اسعار يلاقي فرصه مباشره يقدر يوصل ليها ويلاقي السلع بتاعته اسعار مناسبه. يمكن ده حصل في العديد من المنتجات، بدانا نلحظ بدايه ظهور انخفاضات ليها. وبالنسبه للحوم مثلا هنلاقي المعرض اللي عند الوزاره بيبيع ب 170 جنيه اللحوم. هنلاقي انواع اللحوم دي ايه يا دكتور؟ اللحوم في انواع لحوم بلديه وفي انواع لحوم مبرده سودانيه وفي لحوم مجمده، لكن احنا بنتكلم على اللحوم البلديه الاكثر قبولا، يعني احنا بنتكلم على هذه اللحوم بنبيعها في منفذ الوزاره ب 170، وفي توجيهات الحقيقه من معالي الوزير بضروره استدامه عمليه العرض علشان يكون في اتاحه موجوده امام المواطن المصري. اضافه يعني هناك رقابه على مساله الاتاحه يا دكتور محمد؟ احنا دايما بنكون حريصين على ضخ اكبر كميه ممكنه من كل السلع المتاحه لدينا علشان يكون في زياده في حجم المعروض، لان هي دي الفكره الاساسيه لفكره المنافس والسلع منافس السلع والمعارض، ان احنا بنزود فرص البيع او اماكن البيع، وبالتالي يبقى في زياده في العرض، بالتالي يحدث انخفاض في الاسعار قصاد زياده العرض. مش بس عندنا في المنافذ احنا بننزل الاسعار، انما ده كمان بيخلي السوق المنافس حوالينا او الاماكن البيع المختلفه تنزل باقي الاسعار. في الاسعار لو في اي سلع غير مبرر ساعات اسعار غير مبرره فيها بتبدا تنزل، لان بيبقى في عندنا بدائل متاحه امام المواطن المصري، وبالتالي بيبقى في اتجاه لانخفاض الاسعار، وان شاء الله ده كله يحقق المستهدفات بتاعته، خصوصا ان الدوله بتضخ كميات اضافيه من مختلف السلع، وبدانا نشوف تحركات كبيره بتقوم بها الحكومه المصريه لهذا الغرض، وان شاء الله تؤتي ثمارها ويلاقي المواطن المصري اللي احتياجاته، خصوصا ان احنا داخلين على موسم رمضان كل عام وكل مصر بخير يا رب. وحضرتك بخير. فبيبقى ده في زياده في الطلب بشكل او باخر، فهذه السلع هذه المعارض وهذه المنافذ. استعداداتنا ايه يا دكتور لشهر رمضان ودخلت شهر رمضان، وزي ما حضرتك بتقول دلوقتي زياده الطلب، وده الحقيقه رغم الظروف الاقتصاديه وكل شيء، لكن شئنا ما بين قبل رمضان بيكون في هناك تكالب على شراء السلع، والفكره كمان داخل هذه المعارض انه الناس ما تشتريش اللي هي عايزاه واللي هي مش عايزاه، يعني هل في آلية ما للشراء داخل المعارض علشان مسألة التخفيضات دي توصل للناس كلها، ما يفتحش المعرض في أول يوم فتخلص المنتجات فتيجي الناس تاني يوم تحس إنه ما فيش إتاحة، وتاني حاجة خلاص ما هو ما فيش إتاحة ما فيش أصلا يعني أسعار مخفضة لأنه ما فيش سلع. هو
والله خلينا طبعا حضرتك بشكل كبير، احنا عندنا الدوله المصريه اشتغلت من 2014 يمكن، وكنا شغالين على مشروعات كبيره للتوسع في الانتاج الزراعي. هذه المشروعات شفنا في خلال الازمات المتتاليه احنا الحمد لله ما كناش بنتعرض ابدا للاقتصاد الاتحاد، وده احنا عندنا زياده دايما في حجم المعروض. ممكن يكون في زيادات في الاسعار بشكل او باخر نتيجه زيادات غير مبرره، نتيجه ارتفاع المدخلات، نتيجه اسباب متعدده، ولكن في النهايه احنا ارتفاعات الاسعار احنا بنسيطر عليها من خلال زياده حجم المعروض من خلال هذه المنافذ. اما عن نسبه الاتاحه احنا عندنا الحمد لله يعني ما فيش مره من المرات الحكومه قالت قننوا من شراء اي منتج او اي حد، او احنا اتكلمنا في هذا الاطار ابدا. احنا دايما كنا بنتكلم ان الحمد لله عندنا زياده في حجم او عندنا اتاحه في حجم المعروض من مختلف السلع الاساسيه والاستراتيجيه، وده بفضل المشروعات العملاقه اللي نفذتها الدوله المصريه في هذا الاطار. اما في شهر رمضان احنا طبعا بنحاول ان احنا نكثف من حجم المعروضات، بنحاول ان احنا نفتح مزيد من المنافذ، وكان توجيه دوله رئيس مجلس الوزراء والحكومه ان احنا نبدا نفتح هذه المنافذ بدايه من شهر يناير وتستمر فتره طويله، مش نستنى لحد شهر رمضان. وبالفعل منافذ اهل رمضان بقت موجوده في كل الاماكن غير كل المنافذ الحكوميه اللي موجوده، المان ووطنيه وجمعيتي ومنافذ الجامعات السلكيه تبع لوزاره التموين ومنافذ وزاره الزراعه، كل ده موجود وبيخدم المواطن المصري، وان شاء الله ده كله يكون له نتائج ملموسه، وان شاء الله نلاقي. احنا كمان بدانا نلاحظ بعض السلع يمكن بدا يحدث فيها انخفاض في الاسعار. زي ايه يا دكتور؟ زي ايه هي السلع؟ يعني مثلا الدواجن بدا يحدث انخفاض في الاسعار بشكل. في اي انواع الدواجن يا دكتور؟ الدجاج الحي هنلاقي فيه بدا يحدث انخفاضات. وطبعا احنا شفنا الجهود اللي بتقوم بها الدوله المصريه، مش بس ان هي بتدخل خامات اعلاف وانها بتضخ استثمارات لتشجيع المزارعين وتشجيع المربين على توسع الانتاج، تحط حزم حوافز لمثلا توفير الذره والصويا والقمح والعباد الشمس ومختلف المحاصيل الاخرى. الدوله بتضخ استثمارات كبيره وبتعمل منظومه كبيره اللي هي منظومه الزراعه التعاقديه، كل ده هدفنا فيه ان احنا نزود من حجم المتاح والمعروض امام المواطن المصري، كل ده هدفنا ان احنا نزود من القدره الانتاجيه ونشجع المنتجين على التوسع في الانتاج، وان احنا يكون عندنا وفره في المتاح، وكمان نراقب السوق ونحقق استقرار في الاسعار من خلال الاجهزه المعنيه لهذا الغرض، وان شاء الله ده كله يكون انعكاسه مباشر على المواطن المصري. يمكن بدانا نلحظ ده ان شاء الله. يعني يا دكتور حضرتك متوقع انخفاض في اسعار الدجاج والدواجن مع دخلة شهر الدجاج واللحوم مع دخلة شهر رمضان من خلال هذه المعارض؟ احنا نقدر نقول ان عندنا وفره باستمرار وعندنا اتاحه باستمرار موجوده، وعندنا ان شاء الله نتيجه الاجراءات اللي بتقوم بها الدوله المصريه هيكون في مزيد من الاستقرار ومنع لاي ارتفاعات غير مبرره في الاسعار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.